هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. بحثت مصر ممثلة في هيئة قناة السويس وكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون وأواصر التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية جيونغ إن كيو، أشارت هيئة قناة السويس إلى جهودها لإنجاح التعاون المرتقب مع كوريا الجنوبية لبناء وحدات بحرية معاونة صديقة للبيئة للعمل لصالح الهيئة على وعلى بناء محطة تموين بالغاز الطبيعي وتحويل بعض المعديات والوحدات البحرية التابعة للهيئة للعمل بالغاز الطبيعي. من جانبه أعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بلاده لدراسة أوجه التعاون المحتملة مع هيئة قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية كبرى للتجارة الخارجية والداخلية لبلاده وحركة صادراتها ووارداتها. وجه وزير التنمية المحلية هشام أمن المحافظات بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحزم وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية. شهدت محافظة بورسعيد حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب المحافظة، حيث تصل مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد إلى 13161 فدانا. حالة من الفرح سادت بين أهالي منطقة سهل الحسينية جنوبي محافظة بورسعيد خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام. بنبدأ بنصلح في الأرض والحصاد ورقه مباشر قدامكم، وإحنا يعني كل حاجة متاحة والإمكانيات متاحة الحمد لله، والخير كتير الحمد لله، والأرض بدأت تجيب يعني. مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13161 فدانا، منهم 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينة، و 7414 بجنوب بورسعيد. وعليه زادت المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة عن العامين الماضيين بنحو 2000 فدان. محصول القمح دون يعني على مستوى دي للسنة للسنة، ما هوش كل 3 أشهر ولا 4 أشهر، لا ده المحصول ده لكل سنة ما بيطلع، لازم الشعب كله فرحان بالمحصول القمح اللي طلع ده. وتقوم المحافظة عبر لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح مع وجود مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام الأقماح الموردة للمطاحن. فرحة من المواطنين ومن أهل المكان بالنسبة لحصاد القمح ويسمى الدهب الأصفر. احنا مبسوطين انبساط جامد بالحضور القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة. وهكذا تقوم الدولة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد القمح في مختلف محافظات الجمهورية لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد المحصول من الذهب الأصفر. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، وذلك في أعقاب إبداء مسؤولة أمريكية كبيرة تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 72% لأصل إلى 89 دولارا و65 سنتا للبرميل،
البرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 83% لتصل إلى 84 دولارا و26 سنتا. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.03% لتصل إلى دولارين و59 سنتا للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.49% لتسجل دولارا واحدا و55 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمراً صعباً في الأشهر القليلة القادمة، خاصة بعد ظهور معدلات التراجع في النمو للربع الأول من العام الجاري بوتيرة سنوية بلغت 1.6%، ذلك بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى. مع تزايد التباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم العنيد في الأسواق الأمريكية، يصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي أمراً مزعجاً للغاية في الأشهر القليلة القادمة. قرارات صعبة تأتي خاصة بعد ظهور معدلات التراجع في النمو للربع الأول من العام الجاري بوتيرة سنوية بلغت 1.6%، وهي الوتيرة الأبطأ منذ ما يقرب من عامين، ووصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى. وفي ظل رفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، كانت الأسواق الأمريكية تتوقع استمرار القراءات الجيدة التي تعود إلى منتصف عام 2022. ويأتي ذلك في ظل تقديرات الاقتصاد الحقيقي للنمو البالغة 2.4% وقراءات التضخم بنحو 3%. ولكن ما حدث بشكل أساسي من مؤشرات التراجع هو ما وصفه البعض في بورصة وول ستريت بالوضع الأسوأ، مع استمرار انخفاض النمو وضغوط الأسعار العنيدة، مما أحدث تراجعا حادا في الأسهم وارتفاعا في قيمة عوائد الخزانة. وكان على تجار العقود الآجلة مرة أخرى إعادة تقدير توقعاتهم لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بالأسابيع والأشهر القليلة القادمة. وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا. لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياط الاتحادي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر. ويعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أيضا تباطؤا لوتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي، وظل الطلب المحلي قويا في الربع الأخير. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات بدفع من نتائج أعمال قوية لشركات تكنولوجية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ المؤشر ستوكس الأوروبي الجلسة بالصعود بنسبة 0.5%، والمؤشر في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية نسبتها 1.2%، قد ينتهي بها سلسلة خسائر أسبوعية استمرت 3 أسابيع. انتهت أخبارنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى محمد وفاطمة. إليكم، شكرا لك سارة.